مساء الخير. اليوم نكمل chapter 6 page 78 6.2 the electric field around conductor straight wire with direct electric current flow. إذا المجال المغناطيسي المتولد حول سلك موصل مستقيم with a direct من خلاله يمر تيار كهربائي. If the electric around flows in a conductive wire, إذا أي تيار كهربائي مضى خلال أو ينساب خلال موصل generates a magnetic field around it, رح يولد تيار يولد مجال مغناطيسي. هذا حسب اكتشاف أورستيد. What the type of the field, ما هو نوع المجال, and how do we determine it is position, كيف نحدد الاتجاه. What are the factors which depends on, ما هي العوامل التي يعتمد عليه. إذن to answer all these questions we give following activity, حتى نجب عن كل هذه الأسئلة إذن لازم عندي بعض يعني التجارب من ضمنها التجربة الخاصة بهذا الموضوع. Activity. Planning the magnetic field for direct electric. إذا خطوط المجال المغناطيسي المتولدة داخل تيار كهربائي منساب فيها in a straight wire لسلك مستقيم. هذه الشرط مال تجربة. إذا خطوط المجال المغناطيسي المتولدة لسلك مستقيم يمر به تيار كهربائي. أول شيء نأخذ التولز, كارتون, some small magnetic compasses, إذا عندي كارتونة, بوصلات صغيرة مغناطيسية, thick wire, wire سميك, electric key, مفتاح كهربائي, electric battery, و يعني بطارية responsible voltage لفولتية معينة مناسبة, iron powder برادة حديد. الخطوات steps. Number one, make a hole in middle of the carton. إذا نصنع فد ثقب في وسط الكارتون and thread the wire through the hole وندخل السلك خلال الثقب. We can connect the electric circuit, ونربط الدائرة اللي هو هذا الشكل, شكل figure 3. لاحظ الكارتونة ووضعنا ثقب ومررنا من خلاله السلك الكهربائي ونربط الدائرة الكهربائية. Number 2, spring the iron powder around the wire. إذا ننثر برادة الحديد على الكارتونة. Then we switch the electric circuit flows allowing the electric current flow in the wire. ننثر برادة الحديد ونغلق الدائرة الكهربائية لكي يمر التيار الكهربائي. Number 3, أنا مسويت لكم إياها نقاط. Repeat the above step by putting the compasses. إذا نعيد الخطوات الآتية ولكن نضع compasses يعني بوصلات on the carton, على الكارتون instead of the iron powder. يعني نرفع برادة الحديد ونضع الكومباسز اللي هي البوصلات. They form a circle, it is center in the wire, وهذه راح تعمل مثل الدوائر في مركز السلك. Number 4, switch on the key by close the circle, electric circuit. إذا راح نغلق الدائرة الكهربائية وبواسطة المفتاح. For a while an electric current flows through the wire, ويمر التيار الكهربائي خلال الدائرة. Direction of the north pole for the magnetic needle. نلاحظ اتجاه القطب الشمالي للأبرة المغناطيسية. Number 5, reverse
the pulse of battery to reverse direction of the current flow in the wire. نعكس اتجاه البطارية فينعكس اتجاه التيار. What do you observe? ماذا نستنتج من ذلك؟ إذا الاستنتاج هاي كلها سويناها الخطوات ونلاحظها طبعا بشكل فيجر 3 وفيجر 4 وهذا الشكلين أيضا مطلوبة من عندك الرسم. الاستنتاج اللي هو باللون الأحمر وهذا يحفظ من عنده راح نطلع سؤال وأني كاتبت لك إياه. We conclude from the activity that the iron filling in arranged in a co-center circular. نستنتج من هذه التجربة أو هذا النشاط برادة الحديد تترتب بشكل دوائر متحدة المركز circle with the same center نفس المركز لها. The center will be the wire and in perpendicular to the wire. طبعا السنتر هو يكون داخل الواير ويكون بمستوى عمودي على السلك. This circular represent the magnetic field lines around the wire. هذه الدوائر هي تمثل المجال المغناطيسي حول السلك as a result of an electric current flow in the wire كنتيجة لمرور التيار الكهربائي الناشئ في السلك. إذا استنتجنا إنه من هاي التجربة تتكون برادة الحديد راح تتكون دوائر متحدة المركز السنتر مالتها هو السلك يكون مركز السنتر وعمودية على السلك وهذه الدوائر تمثل خطوط المجال المغناطيسي الناشئ من مرور التيار الكهربائي. With regard to the north poles of the compass's needle, اتجاه الأقطاب الشمالية للأبر البوصلات, they represent the direction of the magnetic field at the point where the compass is. هذه شو تمثل؟ يعني اتجاه الأقطاب الشمالية للأبر المغناطيسية تمثل اتجاه المجال المغناطيسي في النقطة الموضوعة فيها البوصلة. اوكي؟ هذه الاستنتاج مع التجربة. Imagine you are holding the wire with your right and with your right hand. إذا نتصور أننا نمسك السلك بواسطة كف اليد اليمنى. And your thumb is pointing to the direction of electric current flow in the wire. والإبهام اتجاه الإبهام يشير إلى اتجاه الكهرباء التيار الكهربائي المنساب في السلك. نكمل. Do the direction of the north poles of the compasses take the direction of the fingers? هل اتجاه الأقطاب الشمالية للبوصلات هو يمثل اتجاه الأصابع؟ In order to determine the direction of magnetic field, لكي نحدد اتجاه المجال المغناطيسي around a straight wire حول السلك المستقيم in which consists electric current flows والذي يمر به تيار كهربائي, we apply the right hand principle. إذن راح نطبق عليه قاعدة الكف اليمنى. إذن كيف تحدد اتجاه المجال المغناطيسي المتولد حول سلك مستقيم يمر به تيار كهربائي؟ تقول له بواسطة قاعدة الكف اليمنى. شنو هي قاعدة الكف اليمنى؟ هذه اللي أنا مأشرت لك إياها. Hold the wire with the right hand. لازم تمسك السلك بيش باليد اليمنى. So the thumb
points to the direction of electric current. لاحظ على الرسم اتجاه الإبهام يمثل اتجاه التيار الكهربائي. إذا اتجاه التيار الكهربائي بيش بالإبهام. And while the direction of the other fingers bending will be towards the magnetic field. ولفة الأصابع هذه اللي دا تشوفها بالشكل تمثل اتجاه المجال المغناطيسي. إذا اتجاه التيار يمثل بواسطة اتجاه الإبهام، ولفة الأصابع بيش تمثل بواسطة اتجاه المجال المغناطيسي. هذه يسموها قاعدة الكف اليمنى اللي من خلالها أحدد اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ حول سلك يمر به، سلك مستقيم يمر به تيار كهربائي. هسه نجي the factors، ما هي العوامل that the magnetic field which created around a wire as a result of electric flow current depends on R as following. إذن ما هي العوامل التي يعتمد عليها المجال المغناطيسي لسلك مستقيم يمر فيه تيار كهربائي؟ عندي ثلاث عوامل. أولا the magnetic field increase with increase in the electric current flow in the wire. إذن المجال المغناطيسي يزداد بزيادة التيار الكهربائي الذي المنساب في السلك. Also وأيضا it is also وهذا increase with the number of magnetic lines، وهذا يؤدي إلى زيادة خطوط المجال passing through certain cross section area، المابة خلال أو المنسابة خلال مقطع عرضي، مساحة المقطع العرضي. هاي أولا. إذا يزداد المجال المغناطيسي بزيادة التيار الكهربائي المار خلاله، وهذا أيضا يزداد يؤدي إلى زيادة شنو خطوط المجال المغناطيسي المنساب أو حول مساحة المقطع العرضي. Number two, the magnetic field increase in it is approach to the wire. إذا تزداد خطوط المجال كلما اقتربنا من السلك. And decrease as it is taken away from the wire. وتقل كلما ابتعدنا عن السلك. إذا كلما اقتربنا من السلك شيء صار بالخطوط تزداد. كلما نبتعد تقل. Number three. The direction of magnetic field depends on the direction of electric current. إذا اتجاه المجال المغناطيسي يعتمد على شنو؟ اتجاه التيار الكهربائي. Straight wire في سلك مستقيم. If there was direct electric current flow in a wire بشكل، إذا كان اتجاه المجال if there was direct electric، إذا كان اتجاه التيار الكهربائي المار في سلك عمودي على صفحة أفقية perpendicular to the horizontal cut عمودي على صفحة أفقية the direction of magnetic field will be in circle with the same center around the wire. إذا كان إذا انساب تيار كهربائي في سلك عمودي على صفحة أفقية فاتجاه المجال المغناطيسي شلون يكون؟ بشكل دوائر متحدة المركز حول السلك في مستوى الصفحة. أوكي؟ In this direction واتجاهه يعتمد on the direction of the current flow in the wire. اتجاهه على ماذا يعتمد؟ على اتجاه التيار المار فيه. If the direction of current was out the cart, then the direction of magnetic field and the direction of current will be in. إذا كان إذا انساب التيار الكهربائي في السلك خارج من الورقة فاتجاه المجال المغناطيسي واتجاه التيار الكهربائي سيكون مبتعدا عنهم. Then the direction of current will be in the طبعا فقر هسه راح نشرحها الفقر A و B. However, if the current flow in the wire was moving away, the direction of the magnetic will be إذا كان اتجاه التيار مبتعدا
عنه، فاتجاه المجال المغناطيسي ايضا يكون مبتعد. خلينا نفهم هاي الباراجراف الاخير على الشكل، افتهمه. شوف بالشكل اي، هاي النقطة دوت نسميها، the dot represent هذه النقطة اللي هي هياتها represent، باوعها بالشكل هياتها النقطة دوت represent the direction of the current out، هذه تمثل اتجاه التيار الخارج out the paper and the direction of magnetic field، اتجاه التيار وين هنا خارج من الورقة. إذا الدوت معناها التيار يخرج من الورقة. اتجاه المجال المغناطيسي شلون يكون؟ The direction of magnetic field is an anti-clock direction. اتجاه المجال المغناطيسي يكون عكس اتجاه عقارب الساعة. لاحظ هذا السهم. إذا لما يقول لك حدد اتجاه التيار والمجال المغناطيسي لنقطة لنقطة الدوت اللي هو التيار يكون خارج من الورقة، شو تحط انت دوت؟ الدوت معناها شو تفهمه؟ هذا اتجاه التيار الكهربائي الخارج من الورقة. واتجاه المجال شلون تحدده؟ اتجاه السهم عكس اتجاه عقرب الساعة، عقرب الساعة دائما يكون من اليسار الى اليمين، هذا بالعكس. فاذا هذا بهالنقطة هذه بهذا السهم راح يتمثل له اتجاه المجال المغناطيسي اللي شي يكون انتي كلوك، انتي دايركشن، انتي كلوك وايز دايركشن، عكس عقارب الساعة. نجي الشكل بي، كروس represent the direction of current entering the paper. الكروس هذا علامة الفي، هذه تدل على انه شنو؟ تدل على انه التيار داخل الى الورقة، بينما الدوت كان التيار شنو؟ خارج من الورقة. اذا الكروس التيار داخل من الورقة. اذا هاي اول شيء حددنا التيار اتجاهه شنو؟ داخل الى الورقة. And the direction of magnetic field will be in a clockwise direction، بينما اتجاه المجال المغناطيسي باوع مع اتجاه عقارب الساعة. شوفه السهم، السهم يمثل اتجاه العقارب الساعة، نفس الاتجاه معناها اتجاه المجال المغناطيسي مع اتجاه عقرب الساعة. الدوت معناها شنو؟ معناها التيار خارج من الورقة، واتجاه المجال عكس عقرب الساعة. لاحظ الكروس التيار داخل الى الورقة، والسهم وين يؤدي؟ الى اتجاه المجال المغناطيسي بنفس اتجاه عقرب الساعة. انتهى درسنا لهذا اليوم.